هنروح مع حضراتكم دلوقتي لدينا شرف مرة تانية عشان نعرف منها أخبار الطقس بالتفصيل. طمنينا دينا تاني. فعلا دلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد. هيكون شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، لكن هيكون مائل الحراره رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في الصبح شبوره مائيه على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط رياح على بعض المناطق، وده هيقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبه. تفاصيل اكتر عن حاله الجو بتنضم لنا عبر الهاتف الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك واستاذينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الجو النهارده، خصوصا ان احنا بعض المدارس بدات بالامس العام الدراسي الجديد. بالفعل احنا لسه اليوم مستمرين في الاستقرار في الاحوال الجويه، درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، او اقل من المعدلات بحوالي درجه، لان العظمى اليوم على القاهره الكبرى خلال فتره النهار متوقع تكون 32 درجه مئويه. في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، فهنحس بالأجواء الحارة الرطبة على أغلب المناطق اللي موجودة في سواحلنا الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. هتبقى الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، بدأنا نحس بالفرق بين فترة النهار وفترة الليل، وبدأنا نحس بانخفاض درجات الحرارة. الأجواء هتكون معتدلة تماما على أغلب مناطق الجمهورية. بدأنا كمان نحس ببعض البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، بالإضافة كمان مستمر تكون شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، مدن القناة، سواحلنا الشمالية، وهتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. مهم جدا ناخد بالنا من وجود الشبورة المائية. الاجواء دي ان شاء الله متوقع ان هي تستمر معانا على باقي ايام الاسبوع، يمكن كمان من غدا هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره بحوالي درجه، هيكون في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه، فهنحس بمزيد من التحسن في الاحوال الجويه فترات النهار مع فترات الليل. طيب، هيئه الارصاد الجويه امبارح اعلنت بدء فصل الخريف الجمعه اللي جاي، وعملت وصف متوقع. ايه ابرز توقعاتكم لفصل الخريف القادم، خصوصا ان احنا بقينا نحس بغيامه الجو شويه في ساعات النهار؟ بالفعل احنا بالامس اصدرنا بيان لفصل الخريف، متوقع ان شاء الله يبتدي 23 سبتمبر الجمعه القادمه. اهم تم فصل الخريف ان احنا بنتحول من الحراره وارتفاع درجات الحراره وارتفاع نسب الرطوبه اللي بنشهدها في فصل الصيف الى انخفاض درجات الحراره، انخفاض نسب الرطوبه. يمكن يعتبر فصل الخريف يعني ربيع العام او احسن فصول السنه من حيث اعتداله في درجات الحراره، لكن بيشهد فصل الخريف بعض حالات عدم الاستقرار، اهمها طبعا يعني سقوط الامطار المتفاوته الشده على المناطق الساحليه بسبب وجود المنخفضات الجويه، وده كمان يعتبر موسم السيول في بعض المناطق اللي موجوده في جنوب البلاد بسبب ازدياد منخفض السودان الموسمي. طبعا جنوب البلاد سلاسل جبال البحر الاحمر، الصعيد، جنوب الصعيد وسيناء، نتيجه الطبيعه الجبليه والجغرافيه دي مع سقوط الامطار بتشكل السيول. فمهم جدا مع استعدادنا لموسم الامطار وموسم السيول، كافه الساده المسؤولين ناخد كافه التدابير اللازمه اما في المناطق الساحليه او حتى كمان في المناطق الجنوبيه. وده اللي بيتم فعلا بقالنا فتره، ان بيتم تنسيق بين هيئه الارصاد الجويه والمحافظات مختلفه من مصر والاجهزه المعنيه علشان توخي الحذر من اي اشياء ممكن تحصل من السيول او الامطار. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي للارصاد الجويه، واكيد احنا مع حضرتك في متابعه يوميه عن حاله الجو. خلونا دلوقتي نتعرف مع حضراتكم على درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره والعظمى 32، الصغرى 24، العاصمه الاداريه 33، الصغرى 23، الاسكندريه 30، 22، العلمين الجديده 29، 21، مطروح 29، 21، دمياط 30-23، الإسماعيلية 33-22، السويس 32-23، بورسعيد 30-24، العريش 31-22، كاترين 29-18، طابة 31-23، حلايب 32-27، شلاتين 35-26، شرم الشيخ 35-27، الغردقة 35-26، الفيوم 32-21، بني سويف 33-21، الوادي الجديد 37-20،
أسيوط 34-20، سوهاج 35-22، قنا 36-22، الأقصر 36-22، أسوان 37-23. وبكده طمنا حضراتكم عن حالة الجو النهاردة. هرجع مرة تانية لبسنت ومصطفى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك.